عودة مرة أخرى لنواصل الحديث مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير عبد الحسين أحمد، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان. دكتورة سهير، يعني زي ما تابعت معنا من خلال هذا الفيلم التسجيلي كيفية اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية وفق يعني وفق أحدث المستجدات وباستخدام أساليب تكنولوجية حديثة، وكيف أن هناك تطور هائل حدث في كيفية التعامل مع تنمية الثروة الحيوانية. طبعا موضوع يعني معالي الرئيس سيسي مهتم جدا بموضوع تنمية الثروة الحيوانية، على أساس إن أنا بحاول إن أنا أنمي السلالات اللي موجودة عندي أو أزود العدد، على أساس إن أنا أوصل طبعا لموضوع اكتفاء ذاتي من اللحوم اللي بتمنى طبعا إن احنا نوصل له. بس يمكن المبادرة اللي هي الرئيس عاملها اللي هي موضوع المليون راس، في برضو حاجة تانية احنا طلبنا إن هي يعني تتنفذ أو هيعمل تنمية عندي بالنسبة للظروف اللي عندي هنا، وهتكلم عن أسوان، بإن أنا بعمل تنمية عن طريق إن أنا أحسن السلالات اللي موجودة، لأن السلالات اللي احنا بنقول عليها السلالات البلدية بتاعتنا هنا، ما الانتاجيه اللحم بتاعتها لا مش كتير، انتاجيه اللبن بتاعتها برضو مش كتير. طيب انا ازاي اقدر ان انا اعمل تنميه للسلالات دي؟ مفروض طبعا انا بدل ما يعني اجيب اللي هو السلاله نفسها اجيبها من بره، لا، في عندي مشروع اللي هو التلقيح الصناعي، على اساس ان انا بعمل تلقيح صناعي للحيوانات اللي عندي هنا، وبالتالي السلاله كل ماذا هتبقى ان هي تتطور واوصل للحيوان. بس الميزه ان انا الحيوان بتاعي انا متأقلم مع الجو بتاعي، انما الحيوان اللي هو بتاع بره لا، هو ليه ظروف معينه او معيشه بيعيش فيها، الجو بتاعه، فهو لو انا جبته من هنا عندي لا، هو مش هيستحمل الظروف بتاعتي، الا اذا كان طبعا الحظاير دي او النظام بتاعها يعني مجهزه ان هي فيها يعني تبريد والكلام ده، ودرجه الحراره تبقى مناسبه لي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو موضوع عندي البحثيه مع الاجنه اللي هي في سن الالات هنا برضو، فبوس اللي هي مش لا، هي في مجال طبعا ذبح اصلا اللي جايبينها من افريقيا السودان الكلام بالظبط، دي بتيجي عندي بأعداد كبيرة، فأنا عندي ممنوع إن أنا أدخل الحيوانات دي عندي حية، فلازم تدخل كلحوم مبردة. وأنا برضو في سؤال، يعني اللحوم دي حية وبتعملوا لها ذبح على الحدود وتدخل كلحوم بعد كده؟ دي عندي نوع من أنواع الوقاية والحماية للثروة الحيوانية اللي موجودة عندي في جمهورية مصر العربية. ليه؟ لأن هي ممكن تبقى داخلة عندي يعني تدخل لي أي أمراض، لأن أنا في عندي مرض مثلا زي مرض الحمى الوادي المتصدع، ده كان دخل قبل كده عندي من التاريخ الوبائي ليه لمصر 3 مرات، كان دخل عن طريق أسوان. ليه؟ عشان دخول انتقل من حيوانات حيوانات حاملة للمرض دخلت هنا. بالظبط. الحاجة التانية اللي حصلت معايا برضو أثناء 2011 لما الثورة وكده، فكان في تهريب حيوانات من السودان تدخل بطرق غير شرعية، فكانت داخلة، وفي عندي يعني في الوقت ده دخلت معاه يعني نوع أو عترة جديدة من الحمى القلعية، أنا ما كانش عندي تحصين ليها، فلما جت داخلة راحت دمرت عندي الثروة حيوانية، وحيوانات ماتت يعني كانت بمليارات. فطبعا انا لازم احمي الثروه الحيوانيه بتاعتي، فاللي اتاخد طبعا ان هي الحيوانات دي لا بتيجي، مش هروح لك ان هي جايه مصابه، لا، في لجان بتروح لها بتقعد في الحجر البيطري هناك. بالظبط. في بس في امراض، الامراض الفيروسيه بالذات بتنتشر عندي في الهواء، فهو اصلا بيبقى في لجنه يعني قبل ما تيجي الشحنه دي اللي جايه لي، لازم بيبقى في عندي لجنه بيطريه بتبقى كاشفه على الحيوانات دي وان هي خاليه. الحاجه الثانيه بتيجي ان هو برضو واخده التحصينات بتاعتها كامله، بتاخد شويه في المحجر وبعدين بتدخل عندي المجازر دي بعد ما اتاكد من سلامتها تماما. بالظبط. وبرضو بيتم عليها كشف تاني، لان في حاجات بتبقى مثلا كشف ظاهري للحيوان كشف قبل على ما اللحوم يدخل بعد ذبحها، وكشف تاني، وبرضو ان انا عادي لقيت فيها صوت بعد من الحيوان كله. ليه؟ علشان طبعا ما فيش اي امراض تنتقل عشان كده ما تشطرش البعض، يعني قدر يهرب له كام بهيمه وباعوها كده في مع بعض كده واشتروا وذبحوها طبعا بعيد من المجازر، مش عارف يروح بيها مجزر، وفرحانين بيها ان سعرها رخيص
وما يعرفوش ان كده ايه الكارثه اللي بتحصل بعد كده. بالظبط، لان هو بيعمل لي كارثه ليا انا، ان انا ممكن دي الحيوانات دي تبقى مصابه ان هي وجايب المرض معاها، فكده هو هيعدي الحيوانات بتاعته لو هو معاه حيوانات هتتصاب اول حاجه يعني. الحاجه الثانيه لو هي برضو اتذبحت وما اتكشفش عليها وفيها اي حاجه، ما انت مرض زي السلح هينتقل ليك عن طريق اللحوم اللي انت هتاكلها. فلا طبعا يعني احنا لازم يبقى في اشراف بيطري كامل على الموضوع، الحيوانات اللي هي بتبقى مستورده دي من اول ما يتم الكشف عليها في الموطن بتاعها لحد ما هي بتتذبح وتطلع كلحوم مبرده انا اغذي بيها الجمهوريه كلها. تنتقل عن طريق ثلاجات برضه، عربيات ثلاجات لحد ما توصل برضه هنا، بتدخل في ثلاجات مع مبرده. فلازم مبرد. طبعا تنتقل عندي في موضوع الثلاجات مش مجمدة، لأن في عندي مجمدة أو في لحوم مجمدة دي نوع تاني. بالضبط نوع تاني. طيب إذا يعني دكتورة سهير، عايزين نتكلم على أن الاتجاه الدولة حالي لاستخدام الأساليب الحديثة والتوسع في تقديم الخدمات البيطرية. عندنا حاجة اسمها الوحدات البيطرية بمجمعات الخدمات الزراعية بمشروع حياة كريمة بمحافظة أسوان، تكلمينا عنها حضرتك. موضوع طبعا الوحدات البيطريه اللي موجوده في المجمعات الخدمات الزراعيه، يمكن هي الى الان في محافظه اسوان لسه ما تمش افتتاحها. انا لسه شايفه امبارح تم افتتاح اللي هي المجمعات الخدميه وعددهم 31، وبرده عندي المجمعات الخدمات الزراعيه على مستوى اسوان 31 مجمع زراعي. ال 31 مجمع زراعي دول بيحتوي لي على 31 وحده بيطريه جديده هتفتتح. يعني انا اللي اعرفه ان هي خلاص يعني 90% تم تنفيذها، واقفه بس ان هي لما يتفتح بقى المجمع كله. الهيكل الاداري والتنظيم والعمل وفريق العمل. بالظبط. فطبعا الوحدات دي الحلو فيها ان هي يعني مجهزه للعمل طبعا او للشغل البيطري، لا كويس جدا. التجهيزات بتاعتها برضو جايبين لكل واحده يمكن جهاز سونار، وده طبعا يعني كان صعب برضو ان هو يتنفذ على ارض الواقع، لا بيبقى سونار جهاز سونار للكشف عن الحيوان. من دي طبعا من التقنيات الحديثه برضو اللي الاطباء البيطريين بيستخدموها، واللي بنادي بيها ان هم دايما يحاولوا يستخدموا التقنيات الحديثه في موضوع الكشف على الحيوانات. بس طبعا يعني انا عايزه اقول ال 31 وحده بيطريه متجهزه حلو جدا كمبنى، متجهزه كتجهيزات، لكن القوه البشريه اللي هي المفروض ان هي هتشغلها من اطباء بيطريين من موظفين من عمال، للاسف لا احنا عندنا هنا في اسوان وعلى مستوى الجمهوريه واسوان خاصه في عندي نقص رهيب في اعداد الاطباء البيطريين. وبالتالي طبعا انا محتاجه عشان انا اشغل الوحدات البيطريه دي في المجمعات دي محتاجه قوه بشريه ان هي تشتغل عندي، لان انا الدكتور الوحده يعني انا مش هيعتمد حتى على دكتور واحد، انا عايزه دكتور العلاج الحيوانات، دكتور عشان موضوع التحصينات، دكتور عشان موضوع اللي هو التلقيح الصناعي يبقى موجود وتناسليات، دكتور النشاط الثاني اللي هو التامين على الماشيه، الترقيم والتسجيل. فالوحده البيطريه عايزه يعني مش اقل من 3-4 دكاتره علشان اشغلها صاحب الامكانيات اللي هو ده ما فيش ما بتواجدش في الوحدات الصحيه حتى. يعني القريه فيها وحده صحيه اللي بدنا دكتور واحد او معاه واحد تاني اسنان مثلا او اثنين بالكثير يعني. تمام. بس بس انا يعني لو جيت قلت الوحدات البيطريه، ما هو ما فيش عندي في كل قريه وحده بيطريه، انا اللي موجود حاليا غير المجمعات، لا انا كل وحده بيطريه عندي بتخدم 6 أو 7 كذا قريه بدكتور واحد ده لو كان متواجد كمان يعني. فطيب انا تمام، احنا عملنا المجمعات دي، وبالتالي فعلا انا لما شفت خريطة أو التنظيم بتاع الانتشار الوحدات البيطرية دي في المجمعات توزيعها توزيعها، لقيت ان هو لا يعني بدل بقت وحدة بيطرية واحدة في اللي كان النطاق دوت، لا بقى ايه وحدتين. طيب كده معناها ان الدكتور لكل 3 وحدات. طيب لكن سوري، الدكتور لكل 3 قرى. طب انا الدكتور ده التاني ده انا هجيبه منين؟ ما انا ما فيش. فموضوع التعيينات عندنا في الطب البيطري لا واقف خالص، واخر يعني اصلا عباره عن مسابقات يعني مش تعيين او تكليف زي باقي الاتحاد المهني. لا اختلف عن زمان دلوقتي خلاص، كله بنظام العقود دلوقتي. يا ريت حتى في عقود. لا مفيش. ما هو اكيد طالما توجدت هذه الوحدات لابد من ان يعني وحده موجوده لابد ان اوفر لها
الكادر الفني الذي يعمل على إدارة هذا طبعا ده اللي يهمني عشان انا اشغل المكان صح، بان انا اوفر اطباء بيطريين عشان يقدروا يشتغلوا في الوحدات دي. انتوا دوركم بقى مش عايز اي طبيب، دور الطبيب البيطري اختلف عن ذي قبل. يعني احنا زمان كان الطبيب البيطري دوره معروف ومحدود في خطوات، النهارده انتوا كنقابه اطباء بيطريين لكم دور مهم جدا في يعني في الارتقاء بمستوى الاطباء البيطريين واطلاعهم على كل ما هو حديث في مجال الطب البيطري. بالظبط، هو ده اللي حصل عندنا فعلا في نقابه الاطباء البيطريين، الارتقاء بالمستوى الطبيب البيطري علميا عن طريق طبعا موضوع ان احنا دورات تدريبيه بياخدها الطبيب على اساس انه يعني ايه بنحاول ان احنا يعني نتطلع على احدث التقنيات، من مثلا تلقيح صناعي، من المزارع ازاي تدار، الاشراف البيطري على المزارع دي سواء كانت حيوانات او دواجن. والحاجه الثانيه الطبيب البيطري يعني مش ملوش حاجه، لا احنا متفرعين شغلنا كتير. طب وقائي، ان انا وقايه، العلاج، التلقيح الصناعي، التامين، كل ده بجانب طبعا شق تاني مهم جدا اللي هو موضوع التفتيش وسلامه الغذاء، تشتيش على اللحوم بالذات وسلامه الغذاء طبعا. ده برضو دور تاني للطب البيطري ودور مهم جدا. الدور الثالث في دور بحثي طبعا في المعامل البحثيه اللي هي طبعا بتحاول دايما تواكب الجديد واللقاحات والامصال والامراض اللي هي موجودة عندي، ايه اللي دخل وايه اللي طلع والكلام ده. طيب دكتورة سهير، يعني عايزين نتحول على موضوع مهم جدا وهو يختص بتعامل الانسان ومعايشة الانسان لبعض انواع من الحيوانات، وخاصة كما نسميها نحن الحيوانات الأليفة، الصواب والخطأ في هذه الحياة المشتركة ما بين الانسان والحيوان الأليف. يمكن ده طبعا بيختص عندي موضوع القانون الجديد اللي هو قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. ده شغلنا الشاغل يعني، أو كان الفترة اللي فاتت ديت. القانون ده بينظم عندي إزاي، أولا هو طبعا بيعتمد على ثلاث محاور أو ثلاث مسارات أساسية. القانون ده المسار الأولاني اللي هو اقتناء بعض الحيوانات اللي هي الخطرة بنقول عليها زي الأسود، النمور، بعض انواع الزواحف. ده في ناس عندهم تماسيح. تماسيح ده بند اللي هو محور. في ناس بيقتنوا تعابين. ما اقول حضرتك دي كلها دي يعتبر عندي محور اللي هو اقتناء الحيوانات الخطره. المحور الثاني اللي هو اقتناء الكلاب للمواطنين، يعني انا عندي كلب في البيت. المحور الثالث اللي هو التعامل مع ظاهرة طبعا انتشار الكلاب الضالة اللي هي حاليا منتشرة عندي على مستوى الجمهورية. فالقانون ابتدى ان هو ينظم المحاور دي او التعامل معها يبقى ازاي، لانه في الاول انا كان عندي بيبقى عبارة يعني اي حاجة تخص الحاجات دي كانت بتبقى عبارة عن مادة في قانون. لكن ان هو ينزل لي قانون خاص بي ده شيء كويس جدا، وطبعا اتخذ بيه الحمد لله خلاص يعني موافقة من رئاسة الجمهورية في شهر، لسه شهر 6 اللي فات. بس طبعا الصيغة التنفيذية لسه ما بدأناش فيها. فلو انا مسكت القانون ده وفصلته هو ايه اللي حصل فيه، لانه عباره عن 26 27 ماده. بس انا يعني هحاول ان انا الم المواد دي لحضرتك في الثلاث محاور دول. اولا موضوع اقتناء الحيوانات الخطره، لا القانون هنا عمل حظر تام للمواطنين ان هي تقتني هذه الحيوانات، ما عدا طبعا ان هو في جهات معينه المفروض ان هي تبقى لا هي زي حدائق الحيوان، طبيعه عملها او الظروف الداخليه بالظبط، زي حدائق الحيوان، زي المعامل البحثيه، زي الداخليه، السيرك مثلا. فدي لا هي استبعدها. تمام، ده بالنسبه لاول. بس برضه بضوابط. بضوابط طبعا. بضبط ان هو يعني يبقى في رخصه، يبقى في رعايه بيطريه، يبقى عارف ان هو مثلا موضوع دي بقى جوه القانون او اللي هو روح القانون هبدا تفصيلات بتاعتها. تمام. الحاجه الثانيه اللي هو لكن انا كمواطن لا حظر في البيت بتاعي او في الفيلا بتاعتي او في السكن بتاعي ما اربيش بقى لا تعابين ولا اسوده ولا نموره ولا لا حظر. ناس غاويه اصلا الكلام ده، دي فعلا حاجه جديده. اقتني لي نمر، اقتني لي. طب ازاي ليه؟ طيب يعني مش نوع من انواع المظاهره واستعراض العضلات قدام الناس. فطبعا لا ما يعني القانون صريح في ان هو، وانك يعني هتكلم بقى على الشق الثاني اللي هو لو ما نفذش هيبقى في موضوع عقوبات. المسار الثاني اللي هو ده اللي يهمني،
اقتناء الكلاب لدى المواطنين. طيب ايه بقى القانون او اللي عملوا يعني فيه؟ قال اوكي تمام، انا يعني المواطنين بيقتنوا كلاب خاصه بيهم، بس برضو بشروط معينه. الشروط دي رقم واحد ان هو حظر بعض الانواع الخطره من الكلاب، زي مثلا هو البيت بول. دي في انواع بتبقى شرسه من الكلاب ما ينفعش ان انا اقتنيها. ففي عندي جدول يعني تقريبا حوالي 17 نوع من الكلاب دي، مفروض ان انا المواطن لا ما يقتنيهاش او ما يخليهاش عنده في البيت. ليه؟ لان هي تبقى خطره عليه وعلى المواطنين اللي بره. طبعا احنا شفنا كذا حادثه، وكان اخرتها حادثه في الشيخ زايد وكده. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكده ده هو يعني ايه قال صراحه لا حظر ان انا بعض الانواع من الكلاب ممنوع. الحاجه الثانيه مفروض ان انا الكلب ده يبقى عندي مرخص، ده الرخصه دي بياخدها من اقرب مديريه طب بيطري او اقرب اداره بيطريه او وحده بيطريه. هو بيروح يرخص الكلب ده، بالاضافه ان هو بياخد مصل للسعار للكلب بتاعه، وكمان بيبقى فيه متابعه دوريه مع الوحده دي ضد الامراض الوبائيه. يعني انا بعمل رعايه بيطريه للكلب بتاعك. تمام تمام. الحاجه الثانيه برضو في القانون ان هو منع يعني اللي هو اقل من 18 سنه ان هو يبقى ماشي بكلب او يقتني كلب او يبقى ماشي بيه في الشارع. اقل من 18 ليه؟ احنا شايفين دلوقتي الولاد الصغيرين ماشي بيستعرضوا بالكلاب بتاعتهم. الحاجه الثانيه برضو الكلب ما يطلعش او يعني لو حرمه تنزهات دي بضوابط معينه، لازم يبقى مكمم عندي ويبقى بسلسله اللي بيسموها الشكيمه. بالظبط. ليه؟ علشان انا ما يعني لو سايباه كده، طب ما هو هيهجم على اي حد ان هو هيعضه. فطبعا المفروض ان هو لو انا هقتني كلب يبقى انفذ ايه؟ الشروط اللي انا قلت عليها. لا يقل العمر اللي بيمسكوه عن 18 سنة ويمشي بالرخصه بتاعته. يمشي بالرخصه بتاعته. وإلا هيستوقفوه ممكن في جهات معينه بقى. طبعا من الجهات اللي حقا يعني انك تستوقف اي حد كده ماشي بكلب. يعني والله احنا المفروض ان احنا دينا في القانون ده الضبطيه القضائيه، يعني انا لو شفت انت كطبيب بيطري. حتى برضو لو بره انا شفت ان هو مش متبع التعليمات دي، انا لا انا برضو انا هبلغ عنه، لان هو ما نفذش الشروط اللي هي المفروض. وهيبقى بقى في عقوبات على 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 كل حاجه هو مش عاملها ليها عقوبه. بالظبط. دي اللي هي رقم اثنين او المسار الثاني. يمكن انا هتكلم في اللي هو الاولاني والثاني. طب انا يعني ايه المواطن او ان هو ما التزمش ونفذ المسارات دي او الحظر في الحيوانات الخطره او الثاني موضوع اقتناء الكلاب، ايه بقى العقوبات؟ الاول كانت العقوبات عندي يعني مش حاجه، لكن دلوقتي عمل تغليظ للعقوبات بموضوع سجن. عايز اقول لحضرتك على حسب بقى ايه الخطر اللي هو اللي هو مثلا في عندي بيبقى يعني وصل السجن ل 10 و20 سنه سجن. الغرامات وصلت لربع مليون جنيه في القانون، برضه واضح وصريح. فكده انا يعني هبدا انا اخوف المواطن ان هو لا انت يعني لو في حاجه حصلت او انت ما نفذتش القانون في عقوبه. فكده هو لما يعرف ان في عقوبه هينفذ وهيعمل يعني ينفذ الشروط اللي هي المفروض ان هو اقتناء كلب ليه. المسار الثالث بقى والمهم جدا اللي هو التعامل مع ظاهره الكلاب الضاله، وهي دي اللي احنا شغلنا الشغل وبنتكلم في الشوارع موجوده. يمكن الكلاب احنا هو هنعاقب صاحب الكلب او كده، انما بقى موضوع طيب ظاهره اللي مالهاش صاحب اللي مالهاش صاحب. مفروض ايه اللي القانون برضو عمله؟ طبعا موضوع ظاهره انتشار الكلاب الضاله التعامل معها حاليا، طبعا تعامل يعني ايه زي اللي هي السياسه او استراتيجيه اللي هي التطعيم والتعقيم عندي والتوعيه. طيب برضو الناس يعني ايه مش مقتنعه. لا هي طبعا يعني كان زمان التعامل بيبقى عباره عن كان تسميم فدلوقتي جماعه الرفق بالحيوان لا هي الرفق بالحيوان وان لا المفروض ان هو ما يتسممش والكلام ده. وكانوا بيضربوه بالنار عشان بيضربوه بالنار اللي هو السراج الاستماوي فعلا. فحاليا لا ده طبعا يعني عشان بس الاحكام يعني كام دوليه والكلام ده انا ما اقدرش ان انا انفذ السياسه دي. فانا المفروض ان انا بنفذ السياسه اللي هي التطعيم والتعقيم والتوعيه. ويمكن عايزه اقول لحضرتك احنا يعني الحمد لله احنا محافظه اسوان واللي هو اشرف
عطية واخد اهتمام كبير جدا بموضوع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ويعني ان شاء الله احنا هنبقى المحافظة رقم واحد على مستوى الجمهورية في تنفيذ الاستراتيجية دي. ومعالي اللواء فعلا يعني من يومين صدق على موضوع ان احنا اللي هو تنفيذ موضوع الشيلتر. الشيلتر ده عبارة عن بيبقى مكان عليه ملجأ يعني الحيوانات دي، بحيث ان هو هتتجمع الكلاب الضالة دي وهيتم فيها عمليات اللي هو يتعمل عمليات تطعيم وعمليات تعقيم. وتستفى المكان ده تحبس ولا تنطلق تسيبوها تتطلق؟ لا هو بعد انا قلت لها كده، اصلا انا بخاف من الكلاب. ليه برضو انا بخاف من ان هي عضت حد ان هي بقى عندها سعار. فطبعا السعار ده بينتقل للانسان وللاسف طبعا هو يعني بالامانه هي حالات فرديه، حالات نادره يعني لما نلاقي كلب بيعض واحد ويصاب بالسعار. في حالات طبعا حصلت وحصلت له وفاه في النهايه، لكنها اذا ما قرنت باعداد الكلاب المنتشره في الشوارع عندنا هنا في اسوان عموما تعتبر يعني عدد بسيط جدا كحالات سعار، انما كحالات عض وذعر ورعب للناس. لا رعب ده لا فيها على حسب كل واحد. ممكن الكلب من لو جريت منه انا بيجري وراي. فعلا ما هي دي بقى موضوع التوعيه. واحيانا الكلب بيجري على كلب في خناقه مع هو مع كلب تاني من الناحيه التانيه وانا في النص واقف اعتقد انه هيهجم عليا واخاف واجري وهو ملوش دعوه بيا خالص. فعلا فهو ده برضو شق التوعيه، ان انا يعني توعيه المواطنين هو ازاي يتعامل مع الكلب الضال ده هو وماشي او يعني ايه الطريقه، يعني المفروض ما يجريش، المفروض ما احدفهوش بطوبه عشان ما يجريش. بالظبط ومش بعيد منه. هو مش هيعمل اي حاجه يعني. خاصة طبعا الولاد الصغيرين يعني لا بيحاول ان هو يحتك بيه بيستسيرون. فطبعا لكن هي جزئية ان انا ما اخافش ما اقضيش الخوف ومش عارف هل المعلومة دي العلمية دي علميا صحيحة انه بيستشعر الخوف جواك لو حس لو استشعر الكلب الخوف جواك بيستشعر فعلا الخوف وبيبدا ان هو يهجم. فانا لا ببقى ماشية. طبعا يعني هي برضو يعني الاطفال غصب عنهم وكده، فانا بقول لا دايما توعيه الاولياء الامور في البيت يوعوا اطفالهم لان هم بينزلوا بيخافوا على عيالهم الكلاب. يا بابا لما تمشي الكلب مالكش دعوه بيه، فهو موضوع ما تجريش بالطوب. لو لقيته كده واقف لك ما تجريش، اقف مفروض. لقيته هيهجم عايز يهجم عليك ما تخافش وتجري. فهي التوعيه دي بقى اللي المفروض انا اعملها للمواطنين، خاصه الاطفال في المدارس. وده فعلا اللي بيحصل عندي من اداره الارشاد، مشكوره في مديريه التربيه البيطريه في اسوان، بينزلوا المدارس بيعملوا التوعيه للموضوع ده للاطفال ان هو ازاي تتعامل مع الكلب لو عشان ما يجريش وراك او ان هو يعضك والكلام ده يعني. وانتوا دوركم المهم انكم قدر المستطاع هتحاولوا انكم تحصنوهم، يعني حتى لو كان لا قدر الله فيه كلب مصاب بالسعار لو عض واحد يبقى على الاقل مش هيصيبه. هو عايز اقول لحضرتك انا لو اديت التطعيم للكلب الاولين خلاص هو مش هيجيله مرض السعار. لكن الكلب لو جاله مرض السعار الكلب المسعور 10 ايام 15 يوم بيموت. انا يمكن انا كنت ناكد على المعلومه دي عشان نطمن، لان انا عندي مجموعه كلاب مثلا في المنطقه اللي انا ساكن فيها وهم قاعدين ليل ونهار يلفوا شمال ويمين ويجي يقعد في منطقه معينه يتجمعوا فيها ومحفوظين بالشكل وباللون بمعنى اصح كلهم حيوية ونشاط. فانا اخاف ان لا طبعا كده ما هوش حاجه لا لا ما فيش. هو الكلب دايما المسعور بيبقى شرس وبيهاجم، يعني عايز يهاجم اي حاجه وبيعض في اي حاجه، يعني حتى مش بيفرق ان هو يعض انسان يعض حيوان يعض مع نفسه مع الكلاب مع نفسهم. بالظبط. لكن مش كل الكلاب، انا بقول لا طبعا نسبه بسيطه اللي هي فيها مرض السعار او ان هي مسعوره. والكلاب دي يعني ما بقول لحضرتك لو جه ظهرت اعراض السعار عليها خلال 10 15 يوم لا بيموت مش بيعيش. بس طبعا لو هو في الفتره دي عض كلب تاني الكلب ده يبقى مسعور، عض حيوان برضو الحيوان بيبقى مسعور، انسان هيبقى طب. بس طبعا اكتر يعني الانسان بيبقى عارف ان هو اتعض، فاحنا بنقول التعامل بالنسبه للانسان لو ما يستناش ان هو مسعور. لو تعرضت لاي خدش ما يعني باظفاره حتى مش شرط يكون عضه لازم اروح اخد التطعيم فورا بتاع السعار كان من لحظتها على طول. عشان انا ما امنش هو عنده سعار او ما عندوش سعار. اذا الشق ان احنا نقضي عليهم ونموتهم ده خلاص اصبح صار مستبعد. بالظبط. فاحنا لا هنطبق الاستراتيجيه والسياسه بتاعتنا التوعيه التطعيم التعقيم. بس طبعا لازم لما اجي انفذها تبقى متاحه عندي كل الخطوات اللي هو يبقى عندي الكاتشر الراجل اللي هيمسك الكلب
الحاجة التانية الشلتر يبقى جاهز وبالتجهيزات بتاعته، ان هو موجود عربية معينة وبأدوات معينة. وكمان بند تاني برضو انه يبقى فيه متوفر اطباء بيطريين عشان يعملوا لي عملية التطعيم والتعقيم، لان التعقيم دي عملية جراحية فلازم يبقى متوفر طبيبات اللي هو اللي يعملها. الحاجة التانية برضو انه الأجهزة والحاجات اللي هستخدمها تبقى متوفرة عندي، فأنا لازم عشان لما انفذ استراتيجية يبقى متنفذ عندي كل البنود دي متوفرة. ده بالنسبة بالنسبة للكلاب الضالة. وبرضو الحاجة التانية في ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والقانون عملها، احنا اللي كان ناقصنا في ان انا انفذ السياسة دي الدعم المادي. ما كانش في فكان ما فيش دعم مادي ان انا عشان احط الشلتر. تم توفيره الحمد لله. توفر من وزاره المياه، وكمان اللواء اشرف عطيه مشكورا بحضرتك مهتم جدا. يعني الشلتر ده هيتكلف ملايين، هو هينفذه مع يعني عن طريق المحافظه. هو مش ما انتظرش حتى، لا لانه عايز فعلا يقضي على هذه الظاهره طبعا، لان ظاهره مهمه جدا. فاحنا في بلد سياحي ما ينفعش يبقى في عندي الظاهره دي. اللي هي منتشره الكلاب ماشيه معايا في ميدان المحطه ولا ماشيه معايا في الكورنيش ولا ما بتسيبش ما يصحش يعني ما بتسيبش مكانها. طيب سريعا بقى القطط، الكلاب، في ناس بتقتني الكلاب وفي ناس دي الاكثر انتشارا، دي القطط بيقتنوها داخل البيوت برضو، اعتقد ان مخاطرها تقل كثيرا ولا برضو منها بعض الخوف؟ لا لا، هي طبعا مش زي الكلاب برضو. وبعدين القطط اللي انا بتتربى في البيت صاحبها بيبقى لا مداوم ان هو يوديها العياده البيطريه، ان هو بتاخد التطعيمات بتاعتها، مش بتخرج بره، غير القطط طبعا اللي هي بتاعت الشارع يعني. فلا طبعا يعني، بس برضو لو حصل عندي اي خدش او برضو لازم بتنقل السعار. يعني اللي بتنقل السعار فانا لازم برضو اخد المصل بتاع السعار. هنا اسوان كخصوصيه فيها طبعا الحنطور ده يعني احد المعالم السياحيه، فيها هي اسوان والاقصر واسنا وادف وكده. الحصان ده بالذات يعني ازاي برضو كله يعني في احدى الجمعيات في داعي ذكر اسمها كانت تهتم بيه وعندها مستشفى خاصه بيه وكانت تقدم لهم الدعم الطبي والكشف بالمجان والادويه العلاج بالمجان. دوركم برضو في الحفاظ، حفاظا على المظهر السياحي والحضاري للبلد، بان احنا تكون برضو هذه النوعيه من الحيوانات في صوره صحيه جيده. طبعا موضوع الخيول انا فعلا في عندي اللي هي المستشفى، لا مستشفى بروك الخيري، هي المسؤوله عن موضوع علاج الخيول وكده، وطبعا بتبقى يعني بالمجان. برضو خبر تاني مع الشلتر اللي بيتعمل دوت، جزء منه معمول للكلاب والجزء التاني معمول للخيول. هيتنفذ الجزء ده ان هو طبعا الخيول اللي هي هتبقى مخالفه اللي متسابه عندي مثلا على الكورنيش، وان هي بشوف ماشيه في الشوارع بالظبط بداخله، لا في هيبقى ان هو هيتاخد وهيروح الشلتر دوت علشان بس صاحبه يعني ما يسيبهوش تاني، وهياخد بقى كل الرعايه البيطريه والتغذيه والكلام بتاعه ده. وبرده انا سمعت يعني خبر تاني ان هو لا هيبقى هيعملوا له مكان تجمع العربيات الحنطور دي، بحيث ان هي ما تبقاش على الكورنيش عشان المظهر الحضاري طبعا وكده. ولو هو مطلوب مثلا عندي البواخر السياحيه وكده في حد عايز يتنفذ بالكلام ده باوردر زي نظام اوبر كده يعني. فطبعا ده برضو هيغير وهيبقى في يعني ايه تحت اشراف ورعايه بيطريه اكتر، وبكده انا مش هبقى سباب او في الشارع ملهاش حاجه. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفتنا الكريمه الدكتوره سهير عبد الحسين احمد نقيب الاطباء البيطريين بمحافظه اسوان. شكرا لحضرتك. الله يخليك. والشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وامل ان تكونوا قد افدتم بكل ما قدمنا لحضراتكم.